لتحضير هريسة باليانسون والأزحة بدنا 3 كوب من سميد الجمل الخشن، وكوب من طحين الجمل، واثنين معلقة كبيرة من حليب زين البودرة المجفف، ومعلقة كبيرة من الخميرة، ورشة كركم، ربع معلقة صغيرة من الملح، واثنين معلقة كبيرة من الأزحة، واثنين معلقة كبيرة من السمسم المحمص، واثنين معلقة كبيرة من اليانسون المطحون، واثنين معلقة كبيرة من السكر الناعم المطحون اختياري. إذا بدك تعتمدي على القطر شيلي السكر، بدك تخليه وتخففي قطر برضه بصير. نص كوب سمنة مذابة، يعني بدك تعيريها مذابة مش جامدة، ونص كوب من الزيت النباتي، وكوب واحد فقط من الماء الفاتر عشان تخمر معاي. وبعدين رح نحط معلقة كبيرة يانسون حب برضه اختياري، إذا ما بتحبي اكتفي بالمطحون، وطحينية لدهن الصينية من الكسيح طبعا لأنها رح تغششني قديش صار لون، شو صار لونها وأي درجة من التحمير اللي وصلت له. هلأ سميد الجمل، القطر رح يكون كوب ماء وكوب ونص من السكر هذا التقيل، إذا بدك قطر خفيف بتحطي كوب بكوب، القطر التقيل كوب ونص سكر كوب ماء، تمام؟ بالنسبة لطحين الجمل وسميد الجمل، هلأ أنا للهريسة دائماً بقول لك هريسة دائماً روحي على السميد الخشن، بسبوسة سميد خشن، هريسة نبكية سميد خشن، هذا هو تمام؟ السميد الفرخة اللي إحنا بنقول عنه الوسط بنستخدمه للكعك والمعمول، السميد الناعم على الآخر ممكن نستخدمه اللي هي ليالي لبنان مثلاً، تمام؟ رح أحط الباكيت هذا كامل، طبعاً أنا حطيت لك المقادير اللي هو 3 كوب من الكوب المعياري كامل، ورح أنزل عليه كوب من الطحين. هلأ طحين الجمل عندهم طحين زهرة، وعندهم طحين زيرة، وعندهم طحين متعدد الاستعمالات، وعندهم طحين القمح، وطحين البيتزا، يعني أنت بتحكي عن 5 أصناف. فأنا كست بيت عجبني هذا المنتج على شاشة التلفزيون الأردني، بس احترت رحت على السوبر ماركت أنا مش عارفة فعلياً إيش بدي أشتري. هلأ طحين الزيرة هو طحين قمح نسبة الرماد 5 اللي هي 0.55% وزن جاف. هاي المعلومات أنا كست بيت ممكن ما أفهمها، ولكن طحين الزيرة هو الطحين اللي أنا نوعاً ما بستخدمه صراحة للحلويات، كيك أو طحين الزهرة، يعني زهرة أو زيرة متعدد الاستعمالات بتصير، بس كمان شعرت بأنه نتيجته أفضل اللي هو طحين الزيرة. بدك متعدد الاستعمالات أو المدعم بفيتامين دال أو الزيرة كله بيزبط، بس بنسب مختلفة لتركيبة نوع الطحين تبع اللي هو المرسوم عليه صورة بيتزا هلأ بتشوفوه على الشاشة. هذا خليه فقط للمعجنات، سوي فيه سبانخ، معجنات، بيتزايات، كاليزوني، مطبق، الكيش المصري مثلا، هذا هو خليه للمعجنات. متعدد الاستعمالات أوكي، الزهرة أو الزيرة صراحة بجنن على هذا اللي هي الهريسة، فرح أخذ منه كوب. بسم الله الرحمن الرحيم، وبكل بساطة اللي هو اليانسون الحب صراحة عشان من جوا يبين، حبيتي تحطي حبيتي، ما حبيتي بلا منه، أو إذا بدك بتغليه مع المي اللي رح نعجن فيه. أنا رح أحطه حب، شكله كتير حلو وطعمه على الأسنان كتير طيب. رح أحط كمان اللي هي اليانسون المطحون، حبيتي تزيد تنقصي بالكمية ما بيأثر، اعمل اللي بدك إياه. رشة الملح عشان توازن نسبة السكر وتزبط لي العجينة، بالإضافة إلى اللي هي شو الكركم. الكركم لأنه الهريسة عبياض، بس لما أنا بحكي كركم وفيها بهارات ينسون وأزحى وغيره وسمسم، إذا أنا بحاجة إلى تكة ربع معلقة صغيرة على رأس المعلقة كركم، معلقة كبيرة من الخميرة كله على الناشف ما رح تتغلبي، معلقتين كبار أزحى أو اللي هي الحبة السوداء أو حبة البركة، ومعلقتين كبار من السمسم المحمص. ليش مش ناي؟ طيب لأنه الناي ما رح يتحمص جواها، الخليط عندي أبيض ما رح يتحمص جوا، إذا أنا بحاجة لسمسم محمص عشان داخل الخليط يطلع محمص. حركهم مع بعض ونكمل. معلقتين كبار من السكر الناعم البودرة رح أجيب من الكسيح، ومعلقتين كبار من حليب زين البودرة. الحليب بيعطي رطوبة بتكون فلافي كتير، رطوبة يعني بتكون هشة كتير كتير، فرح نحط معلقتين كبار من حليب زين البودرة، وكمان رح أحط معلقتين كبار من السكر الناعم المطحون. هلأ الهريسة العادية بنحط معها لبن وكربونة، عادة ما بنحطش خميرة مثلا، فأنا قلت لك إني اشتقيت وصفة من وصفة وطلعنا بإشي جديد. رح نحرك كل، بسم الله الرحمن الرحيم،
كل المكونات على النواشف بهالشكل، بعدين رح ننزل اللي هي السمنة المذابة، مذابة زي ما انت شايفة بحرارة الغرفة. إذا حطيتيها سخنة رح يطلع معاه السميد، ما رح يشرب أدامه، وبالتالي رح تطلع معاك الهريسة زي الحجر ومعجنة. ديري بالك دوبيها وخليها تبرد أو فاترة، ما بيأثر، المهم مش سخنة. وبعدين رح نجيب كمان نص كوب من الزيت. إذا سألتيني شو الكوب، استخدمي نفس الكوب بكل إشي، يعني إذا عندك كوب معياري أو المج أو اللي هي كاسة العصير في البيت اللي متعودة عليها، عيري فيها كل إشي، هذا أهم موضوع. هلأ هون رح نعجن السميد، وإذا قلتي لي إنه أنا عادة ببسها قبل وبخليها بالساعة وبالساعتين، لا، طالما الزيت والمي نزلوا على الخليط اعرف إنه الخميرة بلشت تعطي شغلها، وهذا الإشي بخليك تعجلي بالموضوع. إمتى بتشرب حبة السميد الأدام؟ لما أخليها تخمر، فأنا رح أتركها نص ساعة تخمر بعدين رح أخبزها. بنبلبل كل السميد بعدين بنبسه مع بعضه البعض هالشكل، شايفة؟ سحب كل الأدام، بلش أبل السميد بكل الأدام الموجود، والطحين رح يعطيني برضو إلها طعم غير شكل وقوام. تمام هيك لهون. هلأ بننزل المي الفاترة، مش مغلية، إذا مغلية نفس الفيلم رح يصير، رح تخرب معاك. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الكمية، حطي كوب كامل، شوفي قديش المي، رح تحسيها كتيرة. بلشي اعجني، سمي بالله واعجني وشوفي كيف السميد والطحين رح يسحب كل الكمية. بسم الله، شوفي هتحسيها مي شوربة. حركي، أنا صراحة هيك ببسها سريع سريع وعملناها، وهلأ رح أورجيكم النتيجة، عملناها بالاستديو وغطيت لكم الخطوات، هلأ على السوشيال ميديا بشارككم فيها، تابعوا الستوري عندي بتشوفوها، يعني أنا لا استنيت عليها ساعات ولا بسيتها سلف ولا إشي. شايفة؟ بلش نجيب المي وبنبل كل الخليط. صباح الخير يا أسامة. ألو أسامة. ألو. أهلا. سلام، كيفك شوف علا؟ هلا يا بطل، أهلا وسهلا. عافية، الله يعافيك يا رب. أهلا أهلا بالحلوين، من وين عم تحكي يا أسامة؟ أنا من معان. أجدع ناس بالدنيا، الغوالي أهل معان. أنا اسمي أحمد. أحمد، ومين أسامة؟ ما بعرف. طيب قولي أحمد قديش عمرك؟ 13. 13؟ اه. قد ابني يا حبيبي، العمر قدامك ان شاء الله. حبيبي حبيبي، تسلم لي على الماما وتبوس لي اياها. لا بدي حبيبي، الله يرضى عليك ويسعدك يا رب، اهلا وسهلا. هلا هون انا شو بدي اسوي؟ ولا بستنى، خلطتها، ضيوفي جايين علي بالطريق على السريع. الهريسه بعمرها ما كانت بقوالب كيك ولا عمرها كانت إشي، بعد البركه والبساطه ما في. هذه الزدوره إذا بدي أشتريها أصلية بتخدمني العمر، يعني في زدورة من عمري بجوز عند الأهل، فهاي الزدورة صراحة بتسوى تقولها، وأحلى شغل وأحلى ضيافة فيها. نروح على الكسيح نجيب من عندهم شوية طحنية اللي رح تغششني. ها بس هي رجل الصفاء، إذا لازم نسكرها، نخضها كتير منيح. أيوة، لأنه إذا نزل السيرج سلامتك رح يحمرها بسرعة وهي مش مستوية. أيوة بس هيك، تقريبا 3 معالق كبار. هلأ بسم الله راح نحط الطحنية بكل السدر من الأسفل ومن الحواف، لأنه هي اللي راح تغششني إمتى تحمرت وشو لونها من الأسفل وما انحرقت إلى آخره. كيف بعرف؟ الحواف راح يصير لونها على أحمر، وبعدين نوعا ما راح تاخذ اللون اللي أنت بتدوري عليه، فأول ما تشوفي الحواف من فوق للهريسة أخذت لون فورا بتشيليها على التحمير، زائد أنه بتعطيها طعم زاكي، يعني حتى مع قوالب الكيك إحنا بنعمل نحط طحنية، صراحة أطيب إشي. تمام، يلا رح نجيب الخليط. هلأ كل ما صغرتي كل ما كان إخميلة، هذا النوع من الحلويات صراحة أذكى إشي يكون يعني 2-3 سنتي بس، فأنت اختاري حجم الطبق اللي بدك إياه. بصراحة أنا عملتها بسدر أصغر شوي عشان تطلع خميلة للكاميرا، وهون أنا رح أمدها عشان تطلع رقيقة، وهلأ بتشوفي معاي التفاصيل. بالنسبة لقهوة نجدية،
القهوة زي ما أنتوا شايفين شكل العلبة بالسوق، تمام؟ بعدين فيها المغلفات. هلأ الدلة الوحدة لتر، الدلة الوحدة ما بتاخد كيس واحد، بدها كيسين، بتحط عليها لتر الدلة القهوة السادة وبعدين بتصبيها، ولما بتصبيها بتدوقيها كيف طعمها، كتير زاكي، بس خليها تهدى بنفس الدلة. هلأ هون رح أمد الهريسة، بسم الله الرحمن الرحيم. برجع بقول لك بدك اياها خميله زغرسه صينيه عادي، وما تنسي انه احنا هذه لسه مش خمرانه، هلا بده يتضاعف حجمها، فدايما احسب حساب انه رح يتضاعف حجمها الدبل، مشان هيك اختاري حجم صينيه مناسب عشان ما تطلع معك خميله كثير زي قالب الكيك، صراحه ما بتتاكل، يعني تكون مش طيبه زي ما بتكون هيك رقيقه. وبركه، اللي بده بزيد بزود حصته. إذن إحنا لسه عم نحاول يكون توزيعها صح، توزيعها مناسبة، وبالأخص مش من النص خميلة ومن الحواف رفيعة، بتنحرق الحواف ومن جوا نية، ديري بالك، فدايما خلي إيدك ميزان. هلأ نبلش نضغط الحواف عشان يطلع شغل مرتب. صراحة من أنواع الحلويات الشرقية اللي كتير زاكية، ومطبخنا معروف بالهرايس واليانسونية والكتير من أنواع الهرايس والحلويات الشرقية اللي بنشتغلها، المعمول الماد، وزاكية يعني بيحبوها أهلينا. شايفة بدي أتخلص من النتوءات كلها عشان أقدر أقصها على شكل نجمة ويطلع شكلها واضح. شايفين حنزل الحواف، يعني احنا ضايل معانا دقيقتين، فبهالوقت رح اعطيكم المجال تاخذوا طريقة التقطيع بشكل سريع جدا. يلا بالنسبة للقطر، هي بدها تكون سخنة والقطر بارد، الفرن الرف الاوسط فوق تحت بدون مروحة زي قالب الكيك على 180، اعطيها وقتها اصبري عليها بتزبط. يلا رح نروح من النص، بسم الله رح نعمل الكروس أو الإكس من النص، بعدين رح نبلش في كل مثلث، انسي كل اللي حواليها وركزي في اللي قدامك. رح نعمل مثلث جوا المثلث، كمان مثلث وكمان 8، تاخد معاكي من 4 لـ5 مثلثات، وكمان 8 وكمان 1 للآخر. هلأ هاي صارت قطعة خليها. يلا اللي بعده رح نعمل كمان 8، عيني على الزاوية اللي هون، بمشي على نفس السطر نوعا ما، يعني احنا ما رح نمسك مسطرة وقلم بس نوعا ما بالنظر، ونكمل زي ما هناك أخذ معاي 4 تحت وبكل جهة بده ياخذ 4، فإحنا بنخلي شغلنا متساوي. كمان مرة وكمان مرة، شربيها القطر قبل ما أحمرها، أنا بدهنها بسمنة بلدية، والقطر بغلي بس يخلص غلو قبل ما أطفي الغاز بنزل معلقة سمنة بلدية ودوقي. هلأ داخلين على موسم مغتربين وناس جاي من السفر، رح يكيفوا عليكم بهالطبق لأنه فعليا بيشتهوا في بلادهم. وكمان خلصنا المثلثات، طب وين النجمة راحت؟ هلأ بنطلع النجمة. هلا رح نرجع للمثلث الاول، نشتغل في المثلث الاول بعدين بنكمل على الباقي. رح ننزل بخطوط طوليه 1 2 3، لو من فوق احسن، رح ناخذها من هون، هي 1 2، رح ننزل من فوق الزاويه على الزاويه من النص، بعدين رح نرجع من هون لما يطلع معاي الشكل هذا، بعدين رح أبلش أنا أقسم من النص بنص المثلثات، كمان أنزل من هون خط ومن هون خط، وأروح على الجهة الثانية بنفس المثلث وننزل كمان مرة عشان نشوف شكل النجمة كيف بده يطلع معاي بالهريسة. أيوة أوكي، ومن هون هاي كمان 1،
هي هون مثلث، هون من النص، وهون نرجع. اوكي هاي كمان مثلث، وبطلع معاي شكل النجمة. بنروح فيها على الفرن. قبل الفرن بدها تتخمر نص ساعة، بتغطيها، نمسح الحواف عشان ما تاخذها النار، بتضل مطبعة على الصدر، وهيك بصير في عندي شكل صدر على شكل قصة الوردة بالضبط زي ما انت شايفة. بنخليها بتغطيها بفوطة مطبخ، رح تاخذ منك نص ساعة. هلا الدنيا شوب، ثلث ساعة ربع ساعة رح يرتفع حجمها لفوق. بتدخليها 180 الرف الاوسط فوق وتحت بدون مروحة. هي سخنة طبعا، قبل التحمير ادهنيها بشوية سمنة بلدية، هي سخنة، القطر بارد، وبتشربيها. شربيها كمية اذا بدك اياها مقطرة كتير. مقطرة كتير واخذت ايدي على القطر، وللأسف ما حد رح ياكلها. لا، زي الكنفنجي، بتجيبي صحن فاضي وبتميليها هيك، ارفعيها بهالشكل، كل اللي زيادة رح تتصفى تحت، وبترجع هي بشكل سليم، ولكن هي بتاخذ شوي قطر لانه بصراحه فيها سميد. رح اورجيكم النتيجه النهائيه، كيف ارتفع حجمها للاعلى وكيف اخذت لون حلو بشكل غير شكل. واحلى شيء بالهرايس بانها تاخذ لون حلو بين يعني الاشقر المغمق شوي. وهي هي إذا بدي أطلع منها قطعة، ببلش من الداخل، من هون بجيب المشحاف، وزي ما شفنا برمضان مرة، ما رح أخرب شكلها عشان التصوير، بدي أصور لكم إياها. دائما بتبلشي من هون وبتطلعي قطعة، وبتبلشي تطلع، بيطلعوا معاكي كل قطعة وقطعتها زي الوربات. وهيك بتكون هريستنا باليانسون والأزحة جهزت. وبهالوقت رح أورجيكي أنا لون قهوة نجدية. برجع وبقول لك كيسين من قهوة نجدية هلا بورجيكم. بتحطي عليهم الدلة لتر من المي. هاي لون القهوة من القهوة الشقراء أو القهوة الخضراء من مدينة نجد من السعودية. تحياتنا لإلهم كل الشعب السعودي الكريم، أحبابنا وأصدقائنا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الطريق اليوم، وسوينا شوية كوسة قبل ما لبناني مع صوص الحامض، بالإضافة إلى هريسة باليانسون والأزحة. وغدا إن شاء الله تعالى جهزوا الدرم، أو اللي هم بيحكوا عنها أولادنا العصاية، أو الدبوس من قطعية الدجاج، لأنه بدي أسوي لكم إياها مع خلطة وجنبها أرز بالمستكة، بالإضافة إلى قالب كيك بناء على طلب أم محمد. راح أفكر لك اليوم بقالب كيك ما يخرش المية. نشوفكم غدا إن شاء الله. باي باي. باي باي.